السلام عليكم، شلونكم عيني؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم حبيت أشوفكم. أنا اشتريت هذول قبل أسبوع، مجموعة من الشتلات، وردت أزرعهم بالحديقة، بس أريد الشهر الواحد يخلص إن شاء الله، أول أسبوع من الشهر الثاني أزرعهم بالحديقة. جبتهم، لقيت أكو مسوين سيل عليهم، الأسعار مالتهم. إحنا هنا بأمريكا الأسعار كلش غالية بالنسبة للنباتات، سواء نباتات الظلية أو الأشجار المثمرة، بس هذا لقيتها شوية السعر مالتها شوية أقل من باقي الأسواق، وردت أزرعها. هي اللي إذا حطيها بسندانة طبعا أكيد راح يصير السعر مالتها أكثر، بس هنا بما أنه حاطيها بكياس بلاستيك فالسعر مالتها شوية يختلف. خليني اشوفكم شوف السعر مالتها. 14 دولار و99 سنت، يعني 15 دولار. هذه شتلة بيتش اللي هي الخوخ، وهذه شتلة الابل التفاح. شوفوا يعني هي طولها تقريبا متر، والتفاح تقريبا متر ونص او مترين، هذا طولها. وهذه الجريب العنب الاسود، هذه شوي السعر مالتها شوية أقل، هذه 10 دولارات، 9 دولارات و99 سنت، بالإضافة إلى هذه هي البلوبري. هذه اشتريتهم تقريبا صار أسبوع، راح أخليهم ما أزرعهم هسه، أخلي بداية الشهر الثامن إن شاء الله، بداية الشهر الثاني إن شاء الله أزرعهم، لأن شوية هسه هاي الأيام برد عندنا. خليتهم هنا ويا نباتاتي بالنهار مكشوف البلاستيك عنهم، بس بالليل اغطيه لان الجو بارد، توصل درجه الحراره عندنا 4 5 مرات 3. الاسبوع الماضي صارت عندنا 1%، فخليتهم هنا وان شاء الله بس يخلص الشهر الواحد ازرعهم. اما السقي بس ابلل الاكياس شويه رشه مي حتى يعني يحسون بالرطوبه. هذه البلوبيري الحمد لله طالعه، يعني الشتله بس العنب والتفاح لا بعدهم يعني ما مخضرين، بس هم الشتلات يعني جاهزه للزراعه، وانا ريدت يخلص الشهر الواحد ان شاء الله وازرعهم. بالاضافه اللي اشتريت قبل اسبوعين كان منزلين الورد الجوري، وبصراحه ما شاء الله بسم الله ما شاء الله راسا يعني شلون نشطوا عندي، وما علينا بعدي ما زرعتهم، بس تقريبا كل 4 أو 5 أيام أرش رشة بسيطة للماء. خليني أشوف لكم إياها، ما أخذتهم بصراحة يعني للأسف ما صورتهم بالبداية حتى أشوف لكم إياها، بس جبتهم وكان جو بارد كلش، فحطيتهم هنا ويا نباتاتي، بس كل 4 أو 5 أيام رشة بسيطة للماء. هذه حاطيها بكياس أيضا مثل هذه، وأسوي لها جو رطب حتى ان شاء الله راح ازرعها. وكان بالاساس يعني ما كانت عندي تربه اخبطها مع تربه الحديقه، وايضا العفو يعني تكرمون الدمن الروث مال الحيوانات كان ما عندي، المفروض هذني من نزرعهن لازم نحط روث مال الحيوانات معها، سماد حيواني سماد عضوي يعني، هذا حتى النباتات تنشط. هذه ما شاء الله شوفوها، انا يعني ما جبتها ما كانت بهذا النشاط ما شاء الله شوفوها، يعني حاطيها بكياس شتلات، شفتها اللي حاطيها بالصنادين بصراحة السعر مالتها من 25 دولار فما فوق، بينما هذه ب10 دولارات، يعني فرق. أنا بكل الحالات إذا جبتها البرد الجوري يعني إذا اشتريتها لازم ينزرع بالحديقة بالصنادين، صح يصير بسندانة بس ما يصير نشط مثل ما يكون بالأرض. وبصراحة أنا أريد أزرعهم بالحديقة فحاطيهم، شوف خليني أطلع عن بالله واحدة أطلع الكيس مالتها، حاطتهم طبعا حاطتها بحتى لا توقع. شوفوا هذه هذا اللون، وهذه سعرها 9 دولارات و97 سنت، يعني 10 دولارات. حطيتها بهذه حتى تظل واقفة ما توقع، وأيضا هذه المجموعة حطيتها هنا. شوف ما شاء الله من جبتها كانت استوهد تطلع يعني أفرع جديدة، وما شاء الله هاي صار 10 أيام جبتها، 10 أيام أو 12 يوم. شوفوا ما شاء الله نشاطها، حطيتها هنا. وبكل الحالات اذا جبناها بسندانه احنا نريد نفرغها بالحديقه راح نذبها، يعني معناتها السعر فرق بالسعر تقريبا 15 دولار. فمن تريد تشترون اشتروا صناديق صغيره او مثل محطوط باكياس، وبعدها اذا راح تزرعوها بالبيت خاصه اذا بالحديقه فراسا تنزل ان شاء الله. من انزلها بالحديقه من ازرعها بالحديقه اشوف لكم اياها، بالاضافه الى هذه شتله الهيدروجين
او القرطاسيه، جميله بشكل. شوفوا حاطيها ايضا بباكيت، هذا سعرها 6.99 دولار، يعني 7 دولارات، بينما اذا موجوده بالسندانه راح ما تقل عن 20 دولار. فايضا هذه استوها باديه، يعني تطلع ان شاء الله راح ازرعها بالتربه، ازرعها بسندانه هذه بصراحه، لان ما عندي، هي المفروض يعني تكون خارج البيت، او اذا داخل بيتكم قريبه على شباك او على زجاج، فتحتاج يعني مكان يعني تتخلى بالظل وتجيها اشعه الشمس. فأنا بصراحة ما عندي أشجار بالحديقة حتى أقدر أزرعها تحت الأشجار، طبعا هي أكيد إذا بالحديقة راح تكون نشطة وتصير حجمها كبير، فنجرب راح أزرعها بالسندانة إن شاء الله، وبعد ما تنشط وأشوف شلون أتصرف معها. هذه هي المجموعة اللي اشتريتها وحبيت تشوفوها، وإن شاء الله من أريد أزرع الورد الجوري أو أزرعهم إن شاء الله نزلكم فيديو عليها، وكيف أنا راح نخبط التربة نخطها مع السماد الحيواني ومع تربة عادية تربتها، وأيضا تربة عادية المفروض نحط معها، وإن شاء الله أي شيء يصير أنا راح أشوف لكم إياه. حبيت أشوف لكم النباتات اللي أخذتها، طبعا هذه ورد شو اسمه الورد الجوري بعدة ألوان، وواحدة من عندهم هذه الوردي تصير متسلقة، حبيتها بصراحة نزرعها يعني بالحديقة ونشوف شنو التغييرات بها. هذا هو اللي عندي، حبيت اشوف لكم اياها بصراحة، كلش سعيدة بهن، فحبيت اشوف لكم شنو النباتات اللي اخذتها، وادعوا لي الله يوفقني بزراعتها وتطلع مثل ما ردتها. انا عندي بصراحة ورد جوري امام البيت وقلمتهم تقليم جائر بصراحة، هسه بسرعة ما شاء الله بدأت تطلع افرع جديدة، لان اخذت بالطول، انا السنة الماضية زرعتها بالحديقة اخذت بالطول، بس ردتها تصير يعني كثيفة، وايضا ما تاخذ طول ردها، تاخذ بالعرض يعني تصير كثيفه ومدوره، ما تصير طويله واغصانها يعني ضعيفه. فقصيت من عندها وبصراحه حطيتهم بالارض، اريد اشوف يعني اذا طلعت النتائج ان شاء الله ايجابيه، اول مره هاي طريقه سويتها، وان شاء الله اذا طلعت نتائج ايجابيه اشوف لكم اياها. لهنا وصلنا على نهايه الفيديو، حبيت اشوفكم شنو السنادين اللي اخذت، شنو النباتات اللي اخذتها، وإن شاء الله أي تغييرات بها أشوف لكم إياها، وإن شاء الله من تطلع الأزهار أيضا أشوف لكم إياها. لهنا وصلنا على نهاية الفيديو، لا تنسوني بالإعجاب والتعليق ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، وفعلوا خاصية الجرس حتى أي فيديو أنزله إن شاء الله يصير عندكم وتشوفوا. في أمان الله.